يا جماعه النهارده في حلقه جديده هنا على هوم سينما. النهارده في ستيفلر رياكشن جديد هنعمله هنا النهارده على هوم سينما. النهارده التريلر اللي احنا هنعمله رياكشن هو يعتبر اخر تريلر حرفيا نزل الفتره دي. هو لسه نزل النهارده وبصراحه كنت متردد اعمله ولا ما اعملهوش، فقلت واي نوت، برضو كلمتي دايما واي نوت، مش هخسر حاجه لو عملت له تريلر رياكشن. وهو فيلم اسمه كرويلا. الكرويلا ده عارفين الفيلم ده ولا ما تعرفوش؟ فاكرين الفيلم اللي هو بتاع الكلاب اللي اسمه 101 دايمنشن، باين حاجه شبه كده، بتاع 101 كلب، دول اللي هو الكلاب المنقطه الابيض واسود اللي كان عاملينه كرتون، وبعد كده اتعمل له فيلم. كان الدور بتاع جلين كلوز هي اللي كانت كرويلا. الفيلم ده بقى اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة هو هيتكلم زي ما تقول كده الاوريجين بتاع كرويلا، او زي ما تقوله كده البريكول بتاع كرويلا، اللي هو قبل ما تبقى فيلن او قبل ما تبقى شخصية شريرة هي بقت شريرة ليه. فهيجيبوا لنا الجانب الكويس بتاعها الاول وبعد كده هي بقت شريرة ليه. مش عارف اذا كان كنت متفائل بصراحة بالفيلم ده ولا لا، رغم ان انا من محبين ايما ستون جدا 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 وبحب تمثيلها قوي قوي قوي. مش عارف اذا كان هتعرف هي حرفيا تعرف تحط على جلين كلوز في الدور اللي هي كانت عاملاه ولا لا، لان جلين كلوز بصراحة كانت عاملة دور جبار يعني في الدور اللي هي كانت عاملاه. بس ما علينا، هنشوف التريلر وهنعرف. الفيلم من كتابة دانا فوكس. دانا فوكس انا بصراحة ما عنديش خلفية دي ممكن تبقى مين، بشوف معاكوا يعني دلوقتي. دانا فوكس دي اللي كانت عملت وات هابنز ان فيجاس بتاع اشتون كوتشر وكاميرون دياز، وكانت عملت كمان كابلز ريتريت. نايس كابلز ريتريت، بحب الفيلم ده على فكره، بحب كابلز ريتريت قوي بتاع فينس فون. يا جماعه اللي ما شافوهوش يتفرج عليه هيعجبه، يعني فيلم لذيذ. والمخرج ليه جريج جيليسبي، كريج جليسبي، ما اعرفش مين جريج جليسبي ده برضو. اوكي ده مخرج تقيل يا جدعان، بس انا اللي تقريبا بتاع فطير. ده مخرج اللي كان عامل اي تانيا، الفيلم برضو بتاع مارجو روبي، وتقريبا ده يعتبر من اشهر افلام اللي عملها. الافلام التانية كلها كحيانة من الاخر يعني. عمل فيلم اسمه The Finest Hours شفته ما عجبنيش، الباقي كلها افلام فيس يعني من الاخر يعني. هو اي تانيا ده هو يعتبر الفيلم البومينج بتاعه يعني وخلاص. اللي بيشارك ايما ستون في البطولة عندنا ايما تومسون، وانا بحب برضو تمثيل ايما تومسون يا جماعة، تمثيلها شاطر جدا. اللي ما يعرفش ايما تومسون وزنها تقيل، خلي بالكم يعني، من الممثلات اللي كسبت 2 اوسكار قبل كده. اللي كانت عامل سيفينج مستر بانكس اللي بتاع توم هانكس. ومعانا كمان في البطوله مع ايما ستون وايما تومسون مارك سترونج، برضو ممثل تقيل. الباقيين بصراحه ما اعرفهمش، الباقيين ما اعرفش مين دول، بس يعني تقريبا هم الثلاثه دول يعتبروا اشهر ناس يعني. مش عايز اطول عليكم كتير، في بدايه الفيديو نبدا على طول نشوف التريلر رياكشن بتاعنا النهارده لفيلم كرويلا بتاع ايما ستون. وطبعا كالعاده ما اتفرجتش على التريلر ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره. هنا الشاشه قدامي على فكره، مش هنا المره دي، فهي المره دي هنا قدامي يعني. هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره فيلم كرويلا، يلا بينا. From the very beginning I realized I saw the world differently than everyone else. That didn't sit well with some people. I guess they were always scared that I'd be. But a new day brings new opportunities. And I was ready to make a statement. I'm just getting started, darling. I was born brilliant. Born bad. And a little bit mad. I'm Cruella. اوكي يا جماعه، هو التريلر خلص تمام. بصوا انطباع بتاعي الاولي للفيلم ده، فيلم هينزل 28/5. بصوا اللي عايز اقوله من التريلر ده، حاجتين مهمين لفتوا نظري. اولا انا مستغرب جدا ان فيلم زي ده يبقى ديزني مبدئيا، لان انا ما حسيتش بديزني فايبز خالص للفيلم ده. انا حسيته الفيلم ده داخل على سكه هورور، ما اعرفش ليه يعني، لولا ان مكتوب ديزني في الاول حسيته هو فيلم
يعني هورور ميستري كرايم حاجه شبه كده يعني. فمستغرب ان هو مستغرب ان هو ديزني مبدئيا، ده اول حاجه. تاني حاجه حسيته قالب شويه على جوكر، معرفش ليه انا جالي الانطباع ده. جوكر بتاع خواكين فينيكس حسيته قالب على جوكر خواكين فينيكس قوي التريلر، معرفش ليه. دي تاني حاجه. تالت حاجه حسيت ان عاملين كرويلا او نفس الشكل، مش نفس الشكل، نفس التعبير او نفس طريقه الكلام شويه مياله لمارجو روبي في بيردز اوف براي، اللي هو الدور بتاع هارلي كوين. نفس الاحساس بالظبط بتاع هارلي كوين اللي حسيته وانا بتفرج على التريلر. عشان كده قلت لكم ثانيه واحده، مش عايز اتكلم غير لما اخلص التريلر وبعد كده اتكلم، عشان انا بصراحه بحب دايما اتفرج على التريلر، اسكت خالص اتفرج على التريلر، ولو في حاجه عايز اقولها اقول، يعني ما بحبش ان انا اوقف واتكلم. مارجو روبي فشخ هارلي كوين جدا، جوكر فايبس جدا في التريلر. انا بجد مستغرب ازاي ده ديزني يا جدعان، ده فيلم رعب ده يا جدعان، مش 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 الفيلم اللي احنا تعودنا عليه خالص اللي هو بتاع جلين كلوز. يعني الفيلم التاني بصراحه برضو ما كانش قد كده، بس كان لذيذ يعني، فيلم عائلي يعني، فيلم عائلي بتاع كلاب وبيغلسوا عليها ومش عارف ايه. انا عندي احساس ان الفيلم ده مش هيجيبه سيره خالص الكلاب، على الرغم ان احنا شفنا مشهد في التريلر الكلاب اللي هم الدايمنشنز دول ولا الدايلميشن دول ولا مش عارف اسمهم ايه، المنقطين دول. بس عندي احساس ان هو الفيلم كله مش هيبقى متركز على الكلاب زي الفيلم اللي هم كانوا معمول قبل كده، اللي هو الكوميدي بتاع جلين كلوز، ان هم خطفوا الكلاب ومش عارف ايه، والعيله كانوا بتدور عليها، وفي الاخر الكلاب فشخوا الوليه من الاخر يعني. بس انا الفيلم ده كله هيبقى تركيزه على ايما ستون، هيبقى تركيزه اكتر على كرويلا والبريكول بتاع كرويلا اللي هي كانت كويسه، وبعد كده ايه اللي خلاها تقلب فيلن والكلام ده كله. فلا بس على فكره ايما تومسون شكلها، ايما تومسون مش ايما ستون، ايما تومسون شكلها عامله دور تقيل على فكره. ايما ستون برضو شكله الدور مش وحش، بس مش نفس الفايب بتاع نفس الفيلم العائلي اللي احنا اتفرجنا عليه يا جدعان، على الرغم ان الفيلم التاني ما كانش واو، بس مش نفس الفايب خالص يعني، مش نفس الفايب خالص. انا حاسه حرفيا بتفرج على فيلم، حاسه هيبقى فيلم سايكوباتي، فيلم ناس تعبانه في دماغها عاملينه. والمخرج عشان كده قصدت ان انا اخش اشوف المخرج، والمخرج فعلا هو نفس المخرج بتاع فيلم اي تانيا، مارجو روبي. بقى مارجو روبي عملت بيردز اوف براي، علم مع الناس وجاب فلوس وفيمينيزم بقى ومش عارف ايه، فاحنا نجيبه بقى كرويلا وندي الفايب بتاع بيردز اوف براي. حسيت حتى مع تسلسل الاغنيه او الساوند تراك او الاوريجينال سكور اللي كانت موجوده في التريلر مع المشاهد، حسيته بالظبط بيردز اوف براي فشخ. تريلر بيردز اوف براي يا جدعان، ما اعرفش، متحمس بصراحه مش قوي. نسبه ترقبي للفيلم 5/10 مش اكتر من كده. وبرضه هكون صريح معاكم، ما اعرفش اذا كان هتفرج على الفيلم ده برضه ولا لا. يعني الفيلم ده بصراحه من نوعيه الافلام اللي ما اخشهاش السينما، يعني مش ادفع تيكت واخش اتفرج على الفيلم زي ده بصراحه. الفيلم ده لو كان نزل على ستريمينج سيرفيس زي اتش بي او ماكس او نتفليكس او هولو او ديزني بلس او وات ايفر، كان ممكن اتفرج عليه. هو نزل على ديزني بلس ولا مش نازل؟ لا مش نازل، اوكي هو نزل سينما. قلت في الاخر يمكن يكتبوا ديزني بلس، الله اعلم. الفيلم ده لو كان نزل اكتر على ستريمينج سيرفيس حاجه على النت، يعني زي ما قلنا ديزني او اتش بي او وات ايفر، كان ممكن اتفرج عليه واعمل له ريفيو. بس بصراحه عشان اكون صريح معاكم، ما اعرفش اذا كان يعني الفيلم ده مش ادفع له فلوس، انزله من بيتي وادفع له فلوس عشان اخش اتفرج على فيلم زي ده بصراحه. يعني زي ما قلت نسبه ترقبي مش عاليه للفيلم ده، على اساس انا برده ما كنتش بحب اساسا الافلام القديمه بتاعت الكلاب، يعني كانت لوزاز برده، بوب كورن موفي تتفرج عليه انت والعيله كده في وقت العصاري كده، في وقت العصر كده، تشرب لك كوبايه الشاي المتين وتتفرج على الافلام دي على ام بي سي 3 مثلا او ام بي سي 2 وحاجات كده. يعني مش هدفع له فلوس واخش اتفرج على فيلم زي ده بصراحه. يعني الله اعلم، مش عارف لسه برضو الدنيا هتبقى ماشيه ازاي، بس ده الراي المبدئي بتاعي. وعلى فكره ده الاوفيشال تريلر تقريبا او تيزر، هو دقيقه او حاجه، فتقريبا ده تيزر، ما اعرفش اذا كان هيبقى فيه اوفيشال تريلر ولا لا. الفيلم خلاص نزل كمان شهرين ثلاثه، فخلاص يعني ما اعرفش اذا كان هيتعمل اوفيشال تريلر ولا لا، وما اعرفش اذا كان اصلا لو نزل اوفيشال تريلر هيعملوا تريلر رياكشن تاني ولا لا، الله اعلم برضو. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها عن فيلم كرويلا. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، ان شاء الله اشوفكم فيديو تاني قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، وما تنسوش برضو تعملوا سبسكرايب للشانل التانية اللي اسمها هوم الون، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن. ولو حابين تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستغرام، برضو هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. وباي باي.